أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نسلط من خلالها الضوء على ملابسات جباية اليمنيين العائدين من السعودية بذريعة كورونا. وجهت اللجنة العليا الوطنية العليا للطوارئ القنصلية العامة في جدة بإيجاد مختبرات معتمدة وبأسعار مناسبة لفحص المواطنين الراغبين بالعودة من السعودية إلى اليمن. وكلف نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة سالم الخنبشي مندوب القنصلية العامة بجدة خالد حزام بالتنسيق مع الجانب السعودي لإجراء الفحوصات اللازمة، لكن يمنيين عالقين في الأراضي السعودية اتهموا القنصلية اليمنية بالتعاقد مع مختبر يجري الفحوصات بأسعار مبالغة تصل إلى 1300 ريال سعودي، في حين أن تكلفة الفحص أقل من نصف المبلغ. وأشار إلى أن السلطات السعودية أغلقت المختبر ووجهت إدارته بإعادة المبالغ المالية لليمنيين. نتوقف مشاهدينا عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: لماذا العالقون في السعودية هم الوحيدون الذين يتحملون تكاليف العودة؟ ومن الذي يقف خلف جبايتهم؟ ولماذا الحكومة صامتة حتى الآن رغم تدخل السلطات السعودية؟ نذهب لمتابعة هذا التقرير ومن ثم نعود. أحكومة هي أم هيئة للجباية؟ لربما الإجابة هنا قد تتجاوز خياري السؤال إلى توصيف آخر من قبيل نكبة أو ورطة أو نتوء فاسد يتربع على السلطة. هذه التوصيفات وما يماثلها هي ما يمكن أن تجدها رائجة على ألسن اليمنيين في الداخل والخارج، تعبيراً عن علاقتهم أو خيبة أملهم بالحكومة الشرعية وأدائها. كان العالقون اختباراً حصرياً وضعته أزمة كورونا بين يدي السلطات الحكومية التي أطالت القراءة والتفحص حتى بدت هي الأخرى عالقة في البحث عن الحل، بينما كان اليمنيون معلقين على عتبات الموت والمرض في كثير من البلدان. بعد فترة طويلة من الاختباء وراء ضعف الإمكانات، خرجت الحكومة الشرعية بقرار يتضمن إعادة العالقين، وذاك أمر لا بأس به، لكنها استثنت العالقين في السعودية بجعل فحوصات الخلو من كورونا على نفقتهم الخاصة، وأوكلت الأمر لقنصليتها في جدة، تلك التي تعرف جيدا كيف يمكن امتصاص جيوب مواطنيها حتى الدم والمتاجرة به. كثير من اليمنيين وقعوا في شراك القنصلية التي ربما تقاسمت مع مختبر الفارابي ما في جيوب اليمنيين، فتحول الأمر من إجراء فحص إلى شراء العودة للبلاد بثمن 1300 ريال سعودي، ما يعني أنه قد يكون الفحص الأغلى لشعب تتعامل معه هيئاته الشرعية بمنطق الشيخ الذي يأخذ ما معك ويرميك للأقدار. هذه الفضيحة ولدت ردود أفعال سلبية كثيرة، ما حدا بالسلطات السعودية إلى إغلاق المختبر وإرغامه على إعادة ما أخذه من اليمنيين، وبذلك يغلق ملف الجباية وتبقى الفضيحة محمولة على أكتاف القنصلية ومن قبلها الحكومة الشرعية. لنقاش أوسع ينضم إلينا من الرياض الصحفي توفيق الشرعبي، مرحبا بك معنا سيد توفيق. إذن ما هي ملابسات حادثة جباية اليمنيين العالقين في شرورة إنجاز وصفها هكذا؟ أولا مساء الخير. فيما يتعلق بالقصة أو القضية التي حصلت للمغتربين في منفذ شرورة يمكن اختصارها بالتالي: كانت هناك ضغوطات من قبل المغتربين بالعودة إلى اليمن في ظل بعد انقطاعهم لأشهر أو ربما لسنوات، بدأت التكدس في منفذ الوديعة، طلبت السلطات السعودية من الحكومة الشرعية إيجاد المعالجات حتى يتم السماح لهم بالخروج، فبدأت الفكرة بعمل الفحوصات، تم التواصل مع القنصلية لم تكلف نفسها البحث عن آلية جديدة يمكن من خلالها خدمة هذا المغترب الذي لا يملك ربما قوت يومه. أغلبهم تأثروا من أزمة كورونا التي حصلت وتأثرت منها السعودية أيضا، ربما أصبحوا بلا عمل. بدلا من أن توفد مختصين أو أناس يساعدون أو يسهلون المهمة، لجأت إلى أبسط الحلول وهو اللجوء إلى مندوبهم هناك. هذا المندوب له عدة قضايا وشكاوى من المغتربين، وهذا التصرف الذي قام به أنا أؤكد بأنه
التصرف يمثله هو، لكنه أيضا يسيء للقنصلية ويسيء للسفارة ويسيء لوزارة المغتربين نفسها. إذن لا يوجد آلية كما ذكرت سيد توفيق، برأيك أين يكمن الخلل؟ الخلل يكمن في أن هؤلاء الذين باختصار القنصليات، للأسف بعض القنصليات والسفارات في بلادنا تحولت إلى عبارة عن صراف آلي، تعطيها فلوس تعطيك خدمة، لا تقدم شيء مجاني، وهذا ما حصل في شرورة. باختصار المشكلة تتمثل بأن لا رقابة على الأشخاص الذين يعملون لدى القنصلية. كل شخص يعمل لدى القنصلية في مركز نفوذ أو مركز يمكن من خلاله الحصول على الأموال يتصرف وكأنه دولة مستقلة. الفضيحة التي حصلت ليست في الشخص نفسه، ولكن في ردود فعل القنصلية وفي ردة فعل السفارة التي نفت تعاملها. الوثيقة أو المذكرة المرفوعة من نائب رئيس الوزراء تؤكد بأن هذا الشخص تم ترشيحه من قبل القنصلية، فلماذا تتبرأ القنصلية بدلا من البحث عن المشكلة وعمل التحقيقات اللازمة؟ نعم، ذكرت بأن مندوب القنصلية لديه لائحة طويلة من تهم الفساد، لماذا لا يتم إقالته؟ لماذا لا يتم إبعاده من منصبه؟ لنكن واقعيين، هذا هو نموذج للفساد أو نموذج للمشاكل التي يعاني منها جهاز الخارجية بجميع ملحقاته. تعلمون جميعا أن اليمن خلال الفترة الأخيرة بدأت تعتمد ليست على الكفاءات ولا على القدرات ولا على سنوات الخبرة، بقدر ما تعتمد على المحاصصة. هذه المحاصصة إما أن تكون حزبية وإما أن تكون شمالية جنوبية، وهذا ما وقعنا فيه. ربما يستند هذا إلى جهات معينة، إلى مسؤولين، إلى منطقته، إلى يعني، لكن في الأخير نحن ليست هذه المشكلة، المشكلة الأساسية أن هناك فضيحة أثيرت. السؤال لماذا لا تتعامل القنصلية بجدية؟ لماذا لا تتولى التحقيق بالموضوع بدلا من أن تقوم بإصدار بيان للتبرئة؟ لا، نحن لا نبرئ القنصلية لأن هذا مندوبها الرسمي، وهناك شكاوى بأن هذا المندوب يقوم باستلام مبلغ 500 ريال من كل مسافر في حال أراد المسافر أن يقوم بتجديد الجواز، ولدينا أسماء تعرضت لهذه العملية. نعم، تفضل بالبقاء معي سيد توفيق. أرحب بضيفي من سويسرا الصحفي نبيل الأسيدي، عضو مجلس نقابة الصحفيين. مرحبا بك معنا سيد نبيل. إذن أنت أحد الذين نشروا عن هذه القضية وملابساتها، برأيك ما الذي يجعل الهيئات تتجه نحو اختلاس الأموال وأموال العائدين رغم ظروفهم الصعبة؟ أولا أحييك وأحيي الزميل العزيز توفيق الشرعبي الذي تابع القضية بكثرة. طبعا بالنسبة لهذه الفضيحة الأخيرة، هي بالطبع لن تكون الأولى ولن تكون الأخيرة أبدا. هناك رسالة أو توجيه من رئاسة الوزراء بحل قضايا العالقين والتعامل معها وتحمل تكاليف الدولة، وهذا نشر في خبر لوكالة سبا لرئيس الوزراء. طبعا بعد ذلك وزارة الصحة قامت بتقديم الأمر وأخذ عروض من جهات طبية سعودية تنافسية، وكان هناك يعني مبالغ من إحدى العروض 850 ريال. وطبعا رفع الأمر إلى وزارة الخارجية وهناك اختفى الموضوع واختفت مناقشة الموضوع، لم يتم الرد على الجهات وتم تميع القضية. الهدف كان واضح بأن يكون هناك سمسرة عبر القنصلية وعبر مندوبها في شرورة المعروف بهذه القضية كما تحدث الزميل توفيق وغيرها من القضايا. طبعا الاتفاق كان بصفة شخصية، يعني ذهب إلى المختبر وقال أن على المغتربين أن يدفعوا كذا، واتفقوا على السعر، وأبلغ المغتربين بأنه العالقين بأن المختبر الفلاني هو المختص وهو المعتمد من القنصلية. الفكرة بسيطة جدا، كان هناك إذا مرت الأمور بسلام ودفعت الأموال وسيتم السير بهذا الأمر، وإذا ظهرت هذه الفضيحة مثل ما حدث. نعم، ألا تعتقد بأن ظهور هذه الفضيحة، ألا يمكننا القول بأن هذا الإجراء يعد امتداد لصفقات فساد تقوم بها القنصلية؟ طبعا ليست المرة الأولى ولا الأخيرة. منذ أن كنت مديرة لمكتب صحيفة عكاظ في اليمن
قبل تقريبا 10 سنوات، وأنا أتابع قضية الرسوم غير القانونية في السفارات وبالذات السفارة والقنصلية في المملكة العربية السعودية. نعم. طبعا هناك تصور لدى القنصلية والسفارة بأن المغتربين يجنون العديد من الأموال وبأنها المسألة 1000 و2000 السعودي وغيرها بسيطة جدا يعني، ولذلك الآن الكل من موقعه يعني يبتز المغترب يعني، حتى في آخر شيء حينما يدخل منفذ الوديعة اللواء التابع للحكومة الشرعية وبقيادة هاشم الأحمر يأخذ 10 ريال بس مجرد كذا يعني بدون أي مبررات، طبعا لا يوجد أي سندات، لا يوجد أي إجراءات قانونية. أضف إلى ذلك بأن لو تذكرنا بأن عدد العاملين في السفارة اليمنية في الرياض وفي القنصلية وأيضا في القاهرة، لماذا يتم التركيز على هذه السفارة وأن أغلبية الراغبين بالوظيفة العامة والوظيفة الدبلوماسية يبحثون في هذه المناطق لأنها تلك فيها عدد كبير من المغتربين، وبالتالي سيكون هناك دخل قنصلي منظور وهناك دخل غير منظور الذي يبحث، تعرفون شخصية الإنسان اليمني لا يعرف كثيرا بالإجراءات والمعاملات، سيبحث عن المادة عن تسهيل المعاملات وبالتالي يحصلون عليها من خلال هؤلاء الموظفين. كثير من يعني تقريبا هناك عدد ضخم من الموظفين في السفارة في الرياض وفي القنصلية. أحيانا حتى لو تأخر ربما أستطيع أن أقول أن ثلثي الموظفين لا يعرفون معنى الراتب ولا يبحثون ولا حتى يفكرون في الراتب، لأنهم يحصلون على أضعاف هذا الراتب من عمليات السمسرة. سنعود للحديث سيد نبيل عن هذه النقطة التي ذكرتها والفساد في الأموال والجبايات التي يتعرض لها المواطنون داخل السعودية الرياض والقاهرة. أعود إليك سيد توفيق، إذا كنت قد تحدثت أن القنصلية أشارت ربما لبيان تبرئة، برأيك لماذا تتهرب القنصلية من الرد ولماذا أصدرت بيان تبرئة؟ شيء طبيعي أنها تتبرأ لأن ربما وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت تتعنون خلال اليوم الأمس بعنوان فساد القنصلية ومختبر الفارابي، فأمام الضغط اللي هو حاصل كان لابد من تبرئة نفسها ولو أنها أدانت نفسها أكثر مما برأت نفسها. فأنا أنا أريد أن أركز هنا على نقطة، دعونا نتكلم أيضا بأن ما يتعلق بقرار الحكومة في بإعادة العالقين وكذلك تحمل النفقات، أنا شخصيا لا أدافع عن الحكومة لكن أنا أتكلم بواقعية، المغتربين أو العالقين في مصر عدد محدود، العالقين في الأردن عدد محدود لأنهم أغلبهم ذهبوا للعلاج ولزيارات طارئة، يعني يمكن للحكومة تحمل التكاليف، لكن في السعودية أنت تتحدث عن 3 مليون يمني مغترب، لنفترض أن 1 مليون مغترب من أرادوا العودة، سيكون أمام الحكومة تحمل تكاليف 500 مليون ريال سعودي لا تستطيع دفع هذه المبلغ. أنا لا أقول أن الحكومة هنا يعني أن الحكومة منزهة عن الخطأ، بالعكس الحكومة اقترفت جرم في عدم متابعة هذه القضية قضية الفساد، لكن أنا مع البحث عن أسعار رمزية ويتحملها المغترب اليمني لأن المغتربين هنا هم مغتربون من أجل العمل وفرص العمل، غير المغتربين غير وضع المغتربين في الهند أو في مصر إنهم ذهبوا للعلاج، الدولة لا تستطيع تحمل هذه التكاليف، لكن أنا مع البحث عن معالجات بعيدا عن الجباية، فرق بين المعالجة وبين الجباية والسفر. إذن الحكومة لا تستطيع تحمل تكاليف عودة هؤلاء المغتربين، لماذا إذن لم يصدر موقف من جانبها بخصوص ما يتم تداوله رغم أن السلطات السعودية تدخلت في الأمر وأغلقت المختبر؟ الحكومة هي الحكومة الآن أنا أتوقع أنها ستتخذ موقف، لكن القضية أثيرت بشكل كبير جدا وربما الحكومة ما الذي أخر الحكومة؟ لا الحكومة لم تتأخر لأن المعني بالأمر حاليا هي اللجنة العليا للطوارئ التي رأسها الدكتور سالم الخنبشين، وهو أيضا قد تحدث يعني صوتيا مع عدة جهات ووصلنا تسجيلات بأنه إيش بحث عن حلول وأبلغ المنفذ وأبلغ الجانب السعودي، لكن دعونا نتكلم الآن لدينا شقين يجب أن نركز عليهما، الشق الأول هو محار أو التحقيق في قضية الفساد التي كانت قد بدأت، هذا جانب آخر، الشق الثاني يجب الحكومة أن تبدأ فيه وهو البحث عن إجراءات
إجراءات حقيقية لمساعدة هؤلاء العالقين ومساعدة اليمنيين الذين يريدون العودة إلى بلدانهم. يجب أن تعمل الحكومة بمحورين متوازيين. برأيك سيد توفيق، هل تتوقع أن يتم تحميل هذه القضية لمندوب القنصلية في شارورة وبالتالي يتم إغلاق ملف هذه القضية؟ والله أنا لا أستطيع أن أجزم كيف ستتعامل الخارجية أو وزارة شؤون المغتربين أو القنصلية، لكن التهرب الأولي أو مؤشرة التهرب الأولي تقول بأنه سيتم لملمة الموضوع لا الجزم فيه أو إصدار أمر نهائي. نتوقع بأن يتم تغيير المندوب، نتوقع بأن يتم البحث عن آلية. اليمني بطبيعته دائما، اليمنيون الذين يتواجدون حاليا في شارورة يبحثون عن أي وسيلة للخروج وربما ينسون الموضوع مع الأيام، لكن وسائل الإعلام والمواطنين وربما وسائل التواصل والصحفيون وكل من يهمهم هذا الأمر لن ينسوا الموضوع، ستنساه القنصلية لكننا لن ننسى. نعم، شكرا جزيلا لك الصحفي توفيق الشرعبي، كنت معي من الرياض. أعود إليك سيد نبيل، كنت قد تحدثت عن أن موظفي القنصلية ربما أغلبهم لا يتحدث عن الراتب لأنه ربما يحصل على دخل من مكان آخر، فساد، جبايات، لماذا برأيك لا يتم عمل تحقيق فيما يتم داخل هذه السفارة رغم إثارة وسائل التواصل الاجتماعي لأكثر من مرة هذه القضية وتحدثهم عن هذا الفساد؟ طبعا أحب أن نوضح في بعض النقاط ما ذكره الأخ توفيق. نعم طبعا. أولا عدد العالقين في السعودية في شارورة ليس كبيرا، وهم عالقين إما كانوا في رحلة العمرة أو أنهم كانوا قد حجزوا مسبقا للعودة وأخذوا تأشيرات خروج مسبقة، لأن الحكومة السعودية منذ أن بدأت جائحة كورونا توقفت التأشيرات وأوقفت الزيارات وأوقفت العمرة وأوقفت أيضا حتى يعني تأشيرات الخروج لغير المقيمين، يعني لغير السعوديين، يعني مثلا اليمنيين وغيرهم، وبالتالي هذه منحت لأشخاص معدودة، يعني أشخاص يعني معروفين وعددهم معروف فقط يعني، وليس الأمر بشكل يومي. وحتى تنتهي الأمر هذه الجائحة ستعود الإجراءات إلى وضعها الطبيعي وسيكون الخروج طبيعيا وما إلى ذلك، وبالتالي الحكومة لم تتحمل يعني مثلا مليون أو الرقم هذا. أعتقد أنهم العدد ربما بيكون بالآلاف في شارورة، وبالتالي الحكومة تستطيع أن تتحمل هذا الأمر بشكل يعني لن يثقل عليها. الأمر الآخر فيما يخص إجراءات آلية العقاب، أولا هناك لا يوجد في الوضع الحالي وهي حالة الحرب، الكل يتعامل مع الدولة ومع منظومة الدولة بأنني عامل فيها حتى يأتي الوقت الذي يعني انهب بقدر ما تشاء، حتى يأتي الوقت الذي لن يكون لي خطوة مستقبلية في العمل الدبلوماسي أو في العمل الدولة إذا ما حصل هناك توافق سياسي، إذا ما حصل تغيير في الحكومة، وبالتالي الكثير منهم يتعاملون كأنهم لن يعودوا إلى اليمن، وبالتالي هذه مصدر دخل. وأيضا لا يوجد آلية قضاء معينة، لا يوجد آلية قضاء، القضاء معطل، لمن نشتكي الآن؟ هو هناك محاكمات شعبية بما ينشر من خلال مواقع التواصل، هي عبارة عن محاكمات شعبية لمثل هذا الأمر. بالتالي الذاكرة هي قصيرة، كثير من القضايا منذ أكثر من 5 سنوات ونحن نتحدث عن الفساد في السفارات، عن التعيينات، عن يعني حتى سرقة المنح الدراسية، وأيضا حتى يعني رفض الكتوفات، المنح لأبناء المسؤولين، المنح العسكرية كلها لأبناء المسؤول وغيرها، ومع ذلك لا يتم تحريك أي ساكن. في النهاية سيتم تناسي هذا الموضوع ويتم تحييد هذا الشخص مؤقتا، ومن ثم أيضا لم يتم تغييره لأنه وفق دعنا يعني نركز في حديثنا على هذه القضية، قضية اليوم وما حصل في منفذ شارورة. برأيك لماذا لم تصدر الحكومة الشرعية أي موقف رغم تحرك السلطات السعودية بالفعل؟ طبعا الآن هم كما هو معروف عن أداء الحكومة، أولا هي استجابتها بطيئة جدا حتى للأحداث، أصدرت السفارة يعني بمعنى الآن اليوم يتحدث أحد الدبلوماسيين في السفارة في الرياض ويقول أن القنصلية هي مستقلة ماليا وإداريا عن السفارة ولا علاقة لها بالسفارة،
للسفارة بشيء. السفارة القنصلية تقول أنه لا نعلم بشيء، وكأن العالقين ذهبوا إلى المختبر، والمختبر هو من اختار المغتربين يعني بهذا الشكل يعني. وهي تريد أن تحمل، كل جهة تريد أن تحمل الأخرى. استجابة الحكومة ليست سريعة حتى في كل القضايا للأسف الشديد، أولا بسبب التشتت الحاصل في الأداء الحكومي، أيضا ربما هناك تفضل شيء خفي، وهي الشيء الخفي أن هناك بيكون تواصلات مع مراكز القوى، لأن ما يتم الآن في الفساد داخل السفارات هو مرتبط بمراكز. تفضل بالبقاء معي سيد نبيل، وأعتذر عن مقاطعتك لأشرك بالحديث معنا الناشط السياسي من السعودية خليل البريهي. مرحبا بك معنا سيد خليل. إذن ما هي معلوماتك عن حالات الفساد التي تحصل في منفذ الوديعة بين السعودية واليمن والتي تمارس من قبل السلطات هناك؟ أولا السلام عليكم، مساء الخير على السادة المستمعين. الفساد في القنصلية وفي منفذ الوديعة على وجه التحديد ليست وليد اللحظة، هم مجموعة زي ما تقولوا مافيا شغالين على جبايات المغتربين، على استغلال ظروف الناس، فرض جبايات مبالغ أكثر من الرسوم المعروفة، سواء في الجوازات سواء في تمديد الجوازات التي تتم بطريقة غير رسمية أساسا. يعني يمكن يمددوا الجوازات في هناك موظفين منصوبين في شرورة لديه خط يقوم بالتمديد بشكل غير قانوني، يعني يمدد بدون أي سند رسمي، بدون عنده علاقات مع مكاتب خدمات عامة، يوصلوا له جوازات لهناك ويمددوهم بمبالغ من 500 إلى 200 ريال. المندوب هذا غالبا لو احتجته أو في مشكلة هناك في المنفذ هو غالبا يكون ما بين، يعني عنده غرفة في فندق في الجانب اليمني وعنده في فندق عايش في شرورة. سيد خليل، هل هذا الفساد الحاصل في شرورة هل يصل إلى القنصلية؟ هل تعلم به؟ أي أمور تحدث في شرورة هي أساسا معروفة لدى القنصلية. احنا تواصلنا أكثر من مرة مع القنصلية، فضحنا لهم بالفساد، قلنا لهم هناك مبالغ يتم تجميعها بصورة غير رسمية، مثلا تجديد الجواز 400 ريال يأخذوا منك 450، هذا إذا هو بشكل رسمي، إذا هو مش بشكل رسمي أحيانا يكون في طوابير كبيرة، يعني تجي لجان إلى نجران ولا إلى جيزان ولا إلى المناطق، تقعد يوم يومين، يكون الإقبال عليه شديد، يستغلوا معاناة الناس وكثرتهم، يقومون بالسمسرة، الجالية تتحول، الجالية نفسها تتحول إلى سماسرة، يعني يرفعوا السعر إلى 800 إلى 1000 ريال مشان مشيك. نفس الكلام هذا يحصل، وقد اتصلنا ووثقنا حتى بفيديوهات، رسلنا للسفير ولا في أي إجراءات تمت. إذن تفضل بالبقاء معي سيد خليل. أعود إليك سيد نبيل. إذن بعد استماعنا لكل هذه المعلومات التي ذكرها السيد خليل، هذا الفساد الممنهج برأيك من بيده إيقاف هذا الفساد؟ أولا لن يتم إيقاف هذا الفساد في خلال هذه المرحلة أبدا، لأن ملامح الدولة وملامح آليات الحساب والعقاب غير متواجدة، أيضا هناك انفلات في كل مجريات الأحداث داخل الدولة ومنظومة الدولة وأجهزتها وبالتالي والخارجية، وإضافة إلى أن الأحداث خلال الخمس سنوات والمحافظة في المناصب وأيضا المحسوبية وأيضا إدخال كوادر خارجية، يعني إدخال موظفين إلى الخارجية من خارج الوسط الدبلوماسي، سينكشف هذه إحدى نتائجها حينما يتم العبث بحياة الناس، حينما يتم العبث حينما يظهر مثل هذه الفساد. أنا أثق تماما وأتمنى أن يتم فتح الموضوع مرة أخرى، وسأذكركم بأن هذا الشخص
سيظل في منصبه ولن يتم محاسبته أو بل سيتم يعني تكذيب الموضوع، محاولة إخفائه، اللعب على وتر إطالة الفترة ومن ثم سينسى. كم من المرات نشرت هذه القضايا وكم من المرات ظهرت قضايا، ولعلكم تذكرون قضية طريقة المنح الطالدات الأوائل الجمهورية، ما الذي حدث؟ تم المماطلة وصدرت لجنة وغيرها وتم إحالة ودعوة، وفي الأخير ما الذي حدث؟ لم يتم إعادة هذه المنح وتم منحها، يعني رغم كل هذا الضغط الإعلامي لأنه لا يوجد هناك من يحاسب من. إذا كان هناك، أنا أعتقد بأن هناك شركاء في الفساد، وبالتالي كل شخص لديه مصالح معينة، ولن يكون هناك آلية واضحة من قبل الحكومة. الحكومة تعاني من ضعف ومن هشاشة، من تمزق أيضا بسبب الحرب وبسبب أيضا ملفاتها الكثيرة، والجميع يعرف يعني استجابتها حتى في مجال حقوق الإنسان، حتى في مجال الجانب الإعلامي. وقد ناقشتم قضايا في هذا البرنامج، ناقشتم كثير من القضايا التي تثبت بأن هناك حكومة ربما عاجزة عن فعل شيء في حالة الحرب أو في حالة السلم. نعم، نكتفي بهذا القدر. الصحفي نبيل الأسيدي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، كنت معنا من سويسرا. أيضا أشكر ضيفي من السعودية الناشط السياسي خليل البريهي، وأيضا أشكر ضيفي الصحفي توفيق الشرعبي، كان معنا من الرياض. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، تحياتي وتحيات معين هذه الحلقة ماهر أبو المجد، كما هي لكم من الزملاء في الكنترول. إلى اللقاء.